مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الاكاديمي والخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور خضير كاظم. اهلا بكم دكتور خضير. بدايه، العراق في المرتبه السادسه عربيا كاكثر دول المنطقه في حجم الديون للبنك الدولي. لماذا وصل العراق الى هذه المرتبه المرتفعه من الديون في ظل وجود وارد نفطي مرتفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمه لشهداء تشرين المباركة والشفاء العاجل بإذن الله إلى جرحاهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه الطغمة الفاسدة التي استأثرت بحكم الشعب والتلاعب بمقدراته، والتي مارست سوء الإدارة منذ أن جاء الاحتلال في 2003، ولحد الآن عاش العراق وضعا مأساويا كبيرا وكارثة عارمة اجتاحت كل أبناء الشعب العراقي، مما أظهر وعلى ألسنة وزارة التخطيط الارتفاع الكبير والهائل بنسب الفقر التي يعيشها العراق. وهذا الفقر كان مرده إلى قيام هؤلاء الساسة بالاستحواذ على ثروات العراق النفطية الهائلة والتي يمكن من خلالها أن يعمر هذا البلد وتحقق كل آمال شعبه، إلا أنهم استأثروا بتلك الأموال واحتجزوا لأنفسهم إمبراطوريات كبيرة خارج العراق، في أمريكا وفي دبي وفي مختلف أقطار العالم. إذا أردت أن أقول بأن المبالغ الآن التي في ديون العراق حوالي 130 مليار دولار، هذه المبالغ كلها والثروات التي استخدمت في تلك الفترة منذ 2003 ولحد اليوم كانت موازنات العراق موازنات مليارية كبيرة، ويمكن أن تحقق لشعبه الأمان والإستقرار. ألم يدرك السياسيون منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة بأهمية الأموال التي دخلت إلى الخزينة العراقية؟ لماذا بددت بهذه الطريقة دكتور؟ بددت تلك الأموال نتيجة يمكن أن أقول بالجانب العام هو سوء الإدارة، والجانب الآخر والمهم أنهم لا يمتلكون فكرا اقتصاديا واجتماعيا يحقق النهوض المتنامي لهذه الثروات، وإنما جل اهتمامهم انصب على الحصول على تلك الأموال وتحقيق مآربهم الخاصة ومآرب من ينتمون إليه بعمالتهم. بددت من قبل هؤلاء الأذناب وبالأخص إلى إيران، حيث أنهم استأثروا بتلك الأموال وحولوها إلى وأستطيع أن أقول إلى أهلهم في إيران، وتركوا الشعب يرزق تحت ظل هذا الفقر المدقع والذي أصاب جميع أبناء الشعب العراقي. وإلا ماذا تقول في محافظة المثنى الذي وصل بها حسب تقاريرهم نسبة الفقر إلى 52.5%، وتليها المحافظات الأخرى؟ هل يمكن دكتور، هل يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية في العراق في ظل وجود النظام الحالي؟ لا يمكن لها أن تعالج في ظل هذا النظام مطلقا، إلا إذا جاء نظام وطني يستمد قوته من أبناء شعبه، لأن الأطراف
الحالية أطراف لا تمت إلى العراق بصلة، وإنما عروقهم وجذورهم من إيران. نعم دكتور خضير كاظم، الأستاذ الدكتور خضير كاظم الأكاديمي وخبير اقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.